عندي نص كيلو من الحمص المسلوق، سلقته وصفيته تماما ونشفته كمان. هحتاج كمان ربع كوبايه من الزيت، ممكن زيت زيتون، ممكن زيت ذره المتاح عندنا، معلقه كبيره من البابريكا ولو مدخنه بتبقى حلوه قوي قوي، معلقه صغيره توم باودر وكمون وملح وبس، ممكن ادي رشه فلفل اسود كمان. دي كده مقادير الحمص تمام لسناك. تعالوا بينا بقى، زي ما قلت لكم اي حمص هنسلقه بننقعه حوالي 6 ساعات تمام، من بالليل للصبح، وبعد كده نتعامل معاه. فنقعناه وغسلناه وحطينا له ميه نظيفه، وبعدين حطيناه بقى في حله وعليها ميه وسبناه يتسلق لغايه ما استوى. استوى رحت مصفياه بالمصفى كويس قوي. لا احنا قبل ما نحطه هنا تعالوا نتبله الاول هنا احسن، تبله في الطبق احسن. خلاص صفيناه، جبت منديل المطبخ كده ومشيت عليه علشان ما يبقاش فيه اي ميه خالص، وده يخلي وقته في الفرن قليل تمام، انما لو فيه ميه كتير فهيقعد في الفرن معانا وقت اطول. تعالوا نتبله بقى. عندي هنا الزيت، الكمون، البابريكا المدخنه، الثوم، وطبعا الملح، ممكن رشة فلفل بسيطة تمام كده. حطينا كل البهارات، حطينا الملح وحطينا الزيت، ونقلب بقى علشان حبيبات الحمص كلها تبتدي تتشرب من التتبيلة دي. كده احنا هنعمل حمص بالبابريكا او بطعم الفلفل المدخن بالشكل ده تمام. ايه دي شكل الحمص بعد ما اتبل. يلا بينا نفضيه في الصاج. نوزعه كده ونفرده. فرننا سخن على درجة حرارة 200، وندخل بقى على الرف الوسطاني جاهز معانا. يلا بينا، احنا ممكن نحطه في الفرن اللي هناك ده تمام. يلا بينا، زي ما قلنا على درجة حرارة 200 على الرف الوسطاني، فرد الحمص كله في الصاج بالشكل ده بعد ما اخد تتبيلته، ويلا ندخله علشان يتحمص ويطلع معانا كده مقرمش ولذيذ. طلعه معاكم نشوفه كده مع بعض، ونقلبه تقليبة ونرجع ندخله تاني عشان لسه عليه شوية. ريحته حلوه قوي، ريحه البابريكا والثوم الباودر بقى كده ابتدت تطلع. ممكن نحط له كمان لو عايزين نحط زعتر، شويه شطه، اضافات كتير بقى اللي انتوا حابين تضيفوها تقدروا تضيفوها. قلبناه، هندخله تاني الفرن عشان يكمل. اهم حاجه ما يكونش فوق بعضه بالشكل ده. يلا بينا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ادي الحمص حلو قوي، فلنكتفي بهذا القدر. احمر كده وبقى جميل جدا وتشرب من التتبيله الحلوه اللي احنا عاملينها. عايزه تسيبيه كمان سيبيه مفيش مشكله، بس انا شايفه كده ان اللون تحفه، بدا يقرمش اهو وخطير، حلو قوي. بصوا خطير على فكره، دقوه هنا وقالوا لي لا تحفه بجد والله العظيم، من الوصفات اللي تستحق التجربه. نعوض بيها الولاد عن الحاجات اللي في الاكياس، كل الحاجات اللي في الاكياس حتى لو هي براندات كويسه وكل حاجه والدنيا تمام، بس برضو ما تخلوش ان يكون فيها مكسبات طعم، الوان صناعيه، ماده حافظه. هنا بقى موضوع بسيط وسهل وزي ما شفتوا اتعمل في ثواني، والنتيجه حلوه قوي ومشبعه ومغذيه.